لتحليل أوفى بينضم إلينا من رام الله سيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. سيد جهاد أرحب بك. أهلا وسهلا. يعني تفاصيل الحرب أصبحت مؤلمة، ونحن الآن نتحدث عن محاولة للمفاهمات أو محاولة للوصول إلى حلول وساطة في مصر، وأيضا وصول أنتوني بلينكين إلى الرياض في الجولة السابعة. الدائرة أصبحت تضيق على إسرائيل وتحديدا نتنياهو عالميا. هل بتعتقد بأن هناك اختلاف في المرحلة القادمة في المشهد في غزة؟ يعني دعينا نقول أن مسألة المبادرة المصرية هي مهمة وأساسية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن حتى الآن التسريبات الإسرائيلية متناقضة فيما يتعلق بالموافقة والاشتراطات الإسرائيلية. وعلى ما يبدو أن الصراع الحاصل داخل مجلس الحرب والكابينة الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على هذه المبادرة، وحتى الآن نتنياهو لم يقدم موقفا واضحا فيما يتعلق بالموافقة أو الرفض للمبادرة القائمة، وما زلنا ننتظر التفصيلات المتعلقة بالقضايا المختلفة، سواء ما يتعلق بعودة المواطنين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى أي مدى، وما هي المدة الزمنية اللازمة للانسحاب، بالإضافة إلى إدخال المساعدات وحجمها ووصولها إلى جميع المواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن المكان الجغرافي الذي يعيشون فيها، ناهيك عن تبادل الأسرى، عدد الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. في هذه الحالة ما سمعناه من تسريبات أعتقد أنها جيدة حتى الآن، لكن التفاصيل أو الشيطان يكمن في التفاصيل، وإسرائيل عادة ما تقدم موقفا مبدئيا بالمرونة كما يقولون أو التنازلات الهامة في الوقت الذي تضع العراقيل في التفاصيل الدقيقة لهذه العملية، أي للوصول إلى اتفاق يتعلق بالهدنة المزمع إجراؤها. وبالتالي نحن نقول بأن هناك جهود عظيمة، جهود مصرية عظيمة للوصول إلى اتفاق. نحتاج الآن لمعرفة الموقف من إسرائيل وكذلك من حركة حماس. حركة حماس وفقا للتصريحات المتتابعة صباح هذا اليوم تحدثت أن لديها بعض الملاحظات، أن المبادرة جيدة ولا توجد ملاحظات جوهرية، لكن بعض الملاحظات التي يمكن تقديمها. لكن شكل هذه الملاحظات طبيعتها هل هي جوهرية أم غير جوهرية أي شكلية حتى الآن من غير الواضح. لذلك على الرغم من الأمل الذي يحظى الفلسطينيين للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار أو هدنة طويلة الأمد أو طويلة نسبيا، إلا أن الفلسطينيون اليوم يترقبون طريقة رد وطبيعة رد الحكومة الإسرائيلية على هذه المبادرة، وأيضا رد حركة حماس لأنهم يتطلعون. طيب يعني المصداقية سيد جهاد، دائما يعني ما يكون هناك ورقة تطرح من كلا الجانبين وتذهب في دورتها المعتادة، ولكن مع الأسف تلقى في سلة المهملات. ألا إيه غياب المصداقية ورغبة الحقيقية من الأطراف في الوصول إلى هدنة وتهدئة، هل تعتقد بأن نتنياهو غير مفهومه عن الحرب وسيذهب إلى خيار السلام؟ لا أعتقد ذلك. هذا أيديولوجيا نتنياهو لا يذهب لعملية سلام أو في فكره السلام. أيديولوجيا نتنياهو يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية لإسرائيل على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة. هذا من ناحية أيديولوجية. المشكلة اليوم هو من الناحية السياسية، هل يستطيع الاستمرار تحت الضغط القائم اليوم من الإقليم، خاصة من جمهورية مصر العربية وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقدان إسرائيل لصورتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية المتمثلة بمظاهرات واسعة كبيرة تتسع ضد حكومة نتنياهو ونهجه والمطالبة بإجراء تبادل للأسرى، وبالإضافة إلى الانقسام الداخلي داخل حكومة نتنياهو، وإن كانت هذه لا تؤثر كثيرا على نتنياهو لأنه يدرك أنه ميال أكثر إلى اليمين المتطرف، والأمر الذي يعني أنه سيتجاهل إلى حد ما تصريحات بني جنس ويتمسك بتصريحات سموتريش وبن جبير، وهذا ما يخيف المجتمع الدولي وأيضا ما يلقي بظلاله على مسألة
الوصول إلى اتفاق. لذلك المصداقية لدى نتنياهو هي متدنية جدا في حركة حماس حتى الآن. أيضا وفقا لتصريحات الناطق باسم الخارجية القطري قال أن حماس أيضا تتحمل مسؤولية، وكأنه يضع الطرفين في نفس السلة أو في ذات السلة. في ظني أننا نحتاج إلى تحلي بالحكمة لدى الطرفين للقبول بالورقة المصرية الجدية التي تمتاز مصر بالمصداقية العالية في مثل هكذا مفاوضات وفي عملية توسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي ضامنة على مدار السنوات الطويلة للاتفاقيات. لذلك في ظني أن المسألة تقع لدى الطرفين، حركة حماس وكذلك إسرائيل. ننتظر حتى نحصل على المعلومات الوافية والإعلان المصري الذي يحدد طبيعة الموضوعات التي فيها نقاش واختلافات أو خلافات والقضايا التي تم الاتفاق عليها. إلا أن في اعتقادي، وعلى الرغم من عدم الاطلاع على الورقة المصرية التي قدمت للمفاوضات بين الطرفين، إلا أنها منطقية وسطية تحاول وفقا للحرص المصري الوصول إلى اتفاق ليتمكن الأطراف على الأقل من تهدئة الظروف وتهيئة الحال لاتفاق طويل الأمد. يعني الموقف المصري معروف منذ البداية، هو يحاول بشتى الطرق تقريب وجهات النظر والبعد، كل البعد عن ويلات الحروب. ولكن يعني سيد جهاد عندما يتحدث، ونحن الآن في مفاوضات، ويتحدث هرتسي هليفي أنه تمت المصادقة على خطة اقتحام رفح، هل تعتقد بأن هذه هي المحطة الأخيرة للسلام فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني إذا لم تتم في حال، إذا يعني بين هلالين، إذا لم تتم الوصول إلى تفاهمات، سيذهب المفاوضون وبالتبعية نتنياهو إلى خطة هرتسي هليفي باقتحام رفح أم ماذا؟ دعينا أقول هذه المرة الثانية الذي يصادق رئيس الأركان على الخطة، والحكومة أيضا صادقت على خطة الاجتياح رفح. لكن لا أعتقد أنه توجد نقطة واحدة ودونها الحرب بشكل مستمر. لكن الحكومة الإسرائيلية استخدمت منذ أشهر الذهاب إلى رفح أو اجتياح رفح كتهديد لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية للضغط عليها. وفي ظني أن التصريحات التي تترافق مع وجود ورقة للتفاوض عليها، والجيش الإسرائيلي يقول والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول بأنها مناسبة وأنه يمكن التعامل معها بشكل إيجابي للضغط على المستوى السياسي، يذهب هليفي للمصادقة على الجانب العسكري أو العملية العسكرية. لذلك أعتقد أن ما قام به اليوم أو بالأمس هي محاولة للضغط على حركة حماس للقول بأن للقبول بالمبادرة والاشتراطات الإسرائيلية. نعم. وهذا ما قاله أيضا كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أننا ننتظر موافقة حماس وأن إسرائيل قدمت تنازلات. ما هو شكل التنازلات وما هي التنازلات التي قدمتها إسرائيل؟ في ظني أنها هي جزء من خطة للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول في بعض الاشتراطات الإسرائيلية التي قد تنسب إلى حد ما المبادئ الرئيسية المتفق عليها في الورقة المصرية. نعم، أشكرك سيد جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا لك.